صباح الخير مشاهدينا في كل مكان، يوم جديد وان شاء الله يكون يوم سعيد مليان بالاخبار الايجابيه، الاخبار الساره اللي كلنا بنتمنى نسمعها. النهارده 3/3/2015 اخبار فعلا حقيقه اكثر من ساره، والهاشتاج كلنا الجيش المصري، كلنا فعلا الجيش المصري، كلنا ورا جيشنا، وكلنا ورا جيشنا وشرطتنا والقضاء المصري ورا اعمده الدوله الرئيسيه، علشان هو ده اللي احنا محتاجين له في حربنا الشرسه ضد الارهاب. ان شاء الله النهارده عندنا مجموعه من الاخبار وجوله في الصحافه، وايضا دور المراه في مكافحه الارهاب. عندنا ايه تاني يا محمد؟ بالتاكيد هنتكلم عن صباح الخير يا احمد، صباح الخير عليكم. بالتاكيد لما نتكلم عن الارهاب هنتكلم عن دور المراه، وده هيكون احد الحوارات اللي هنعملها النهارده ان شاء الله معاكم في هذا الصباح، عن دور المراه في مكافحه الارهاب، استعداداتها للانتخابات البرلمانيه اللي جايه. ايضا موضوع تاني مهم هنتكلم فيه، وهو موضوع قانون الاستثمار الموحد اللي تم الانتهاء حسب ما اشار وزير الاستثمار من اعداد مسوده القانون، واللي هيتم عرضها ان شاء الله على رئيس مجلس الوزراء هذا الاسبوع. عارفين الوقت بيمر بسرعه جدا، ومحتاجين المسوده دي كانت المفروض تطلع وتنتهت واحنا بنتكلم في هذه اللحظه، ان مؤتمر شرم الشيخ اللي جاي اللي هتطلع عشان المسوده ديت الشهر القادم ان شاء الله، هيكون عندنا اكثر وقفات ثابته معانا، اخبار رياضه واخبار الاقتصاد. ولكن قبل ما نبدا معاكم هذا الصباح زي ما عودناكم هنطلع مع موجز لاهم الانباء. وخالد حسين صباح الخير يا خالد. صباح الخير، صباح الخير محمد، صباح الخير حنان، صباح الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في موجز جديد لاهم الانباء. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الكهرباء واللواء اركان حرب كامل الوزير رئيس اركان الهيئه الهندسيه في القوات المسلحه وممثلي بعض الشركات العالميه العامله في قطاع الكهرباء، بحث عددا من المشروعات الراميه لتلبيه احتياجات مصر من الطاقه الكهربائيه بحلول 2015. وصرح سفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول بحث آفاق مساهمة الشركات العالمية في تطوير قطاع الكهرباء في الطاقة المتجددة من خلال إدخال محطات جديدة للخدمة في إطار الشبكة القومية، إضافة للتوجه في توليد الكهرباء نحو الطاقات المتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ووجه الرئيس بضرورة وضع الحلول العاجلة لمنع تجدد أزمة انقطاع التيار الكهربائي. كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا في مقر رئاسة الجمهورية، حضره كل من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس مجلس إدارة دار الهندسة وعدد من مستشاري رئيس هيئة قناة السويس ورؤساء الشركات التابعة لها، وذلك للوقوف على آخر تطورات العمل في المشروع. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف إن الاجتماع تناول الخطوط الرئيسية لمقترح المخطط العام لمشروع تنمية منطقة قناة السويس، كما تم عرض الملامح الرئيسية لتعديلات قانون المناطق الاقتصادية الخاصة الذي سيمثل الإطار القانوني المقترح لمشروع تنمية منطقة قناة السويس. أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن المرحلة الحالية تحتاج للتكاتف في ظل ما تشهده مصر والمنطقة من التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية. ودعا محلب في كلمته في اجتماع غرفة صناعة وتجارة الكويت، دعا رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي، وأشار لوجود مشروعات ستطرح بالمؤتمر في 11 مجالا، وأن هناك 25 مشروعا تم إعدادها بحرفية ممنهجة. كان محلب قد تفقد مستشفى الشيخ جابر وأشار خلال جولته للدعم الكامل الكويتي لمصر. قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون إن محادثات السلام بين الفصائل المتحاربة في ليبيا والحكومتين اللتين تدعمهما تلك الفصائل ستبدأ خلال أيام. وأضاف المبعوث الأممي أن الأمم المتحدة ستبحث أولا مع القادة العسكريين سبل وقف إطلاق النار قبل بدء المحادثات. كانت الجولة الأولى من المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة والتي عقدت بمدينة غدامس في سبتمبر قد فشلت في تحقيق أي تقدم يذكر. طلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مشروع موازنته للسنة المالية 2016 الذي كشفه أمس الاثنين، طلب مبلغ 8.8 مليارات دولار بهدف استكمال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، كما طلب بتخصيص نحو 5.3 مليار دولار لوزارة الدفاع، بالإضافة لمبلغ 3.5 مليار دولار لوزارة الخارجية، وذلك من أجل ضمان تطوير التحالف الدولي الذي يضم 60 بلدا للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي.
تجتمع القوى السياسية اليمنية اليوم لتحديد شكل المجلس الرئاسي الذي سيكل له إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. ميدانيا قتل 3 أشخاص على الأقل في ضربة نفذتها طائرة أمريكية بدون طيار على سيارة جنوب شرق البلاد، يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة في ثالث هجوم من نوعه خلال أسبوع. وتشير الهجمات إلى عدم حدوث تراجع في حملة أمريكية على المشتبه في أنهم متشددون. وتعتبر الولايات المتحدة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب واحدا من أقوى فروع القاعدة. نهاية الموجز، أعود مرة أخرى إلى الزملاء محمد عبد الله وحنان الخولي للبدء في فقرات برنامج هذا الصباح، إليكما. نشكرك خالد على الأخبار، وبنكمل معاكم مشاهدينا يعني بشكل سريع، بنستعرض أخبار بشكل خفيف. والنهاردة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أعلن أن الوزارة حصلت على تصريح من وزارة الداخلية، وخلينا نعمل خط تحت تصريح من وزارة الداخلية بشكل رسمي علشان يقوموا بتنظيم وقفة تضامنية النهاردة أمام مسجد النور بالعباسية لحوالي 4000 عالم وإمام وخطيب من العاملين بالأوقاف لإعلان تضامنهم مع القوات المسلحة ومع الشرطة، والتأكيد رفض كل ألوان العنف والإرهاب، وأكيد الوقفة هتكون بشكل أكثر من حضاري. وزي ما بقول يا محمد صحيح. نعمل خط تحت أنها حصلت على تصريح، نبدأ بقى نحس أن في مؤسسات دولة وأنه ما فيهاش أي حاجة، أنه لو في مظاهرة يبقى قبلها بوقت معين ناخد تصريح بالمظاهرة وما فيش أي مشكلة. بالتأكيد طبعا، والخط اللي نتاني نعمله عليه أن رجال الدين دورهم بيكون إيه في المجتمع؟ طب ان هم يقفوا ورا الجيش، يقفوا ورا الشرطه، يقفوا يدوا نموذج ومثال للناس ازاي تكون هذه الوقفه دعم للجيش ودعم للشرطه في مواجهه الارهاب. وزير الاوقاف قال ان هذه الوقفه ستكون نموذجا حضاريا راقيا للتعبير عن الراي واحترام دوله القانون زي ما قالت حنان، واعلان دعم علماء الاوقاف لجهود التصدي للارهاب بمسؤوليه وطنيه كبيره بلا تعطيل لحركه المرور او العمل. ده المهم. الوزير قال إن الوقفة ستعلن عزم رجال الدعوة بالأوقاف على تجديد الخطاب الديني الحضاري، وده بيأتي بالتواكب مع الدعوة اللي أطلقها السيد الرئيس في الاحتفال بالمولد النبوي بضرورة تجديد الخطاب الديني. ويمكن ده لمسناه في أغلب مؤسسات الدولة، معرض الكتاب الأخير اختار شخصية هذا العام الإمام محمد عبده رمز التغيير في العالم الإسلامي تكون شخصية هذا العام. الوقفة إن شاء الله ستكون بداية تحرك للأوقاف لتنفيذ خطة دعوية تحقق مصالح الوطن، وليكون أئمة الأوقاف في مقدمة الصفوف لنهضة مجتمعهم. بس أنا نفسي الوقفة دي زي ما تعمل عند مسجد النور يكون في واحدة تانية جنبها زيها في سيناء، في سيناء وفي كل مكان بالزبط. محمد، وزي ما يعني الهاشتاج اللي هو كلنا الجيش المصري، كلنا فعلا الجيش المصري 90 مليون كلنا الجيش المصري واقفين وراه علشان هو اللي بيدافع عننا، عشان كلنا نكون موجودين هنا، وهو فعلا اللي بيستقبل هو وقوات الشرطة هم اللي بي والطلقات بدلنا كلنا ودفاعا عننا، فعلشان كده لازم كلنا نساندهم في الحرب الشرسة ضد الإرهاب الأسود. حقيقة في الأعياد محمد بتكون أحيانا في استثناءات شوية صحيح. من الوزارات ومن الهيئات، وبداية السنة الجديدة كانت فيها أكتر من مناسبة زي ما قلنا، كان في طبعا مولد النبوي الشريف، مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان في أعياد الميلاد، وكان في طبعا السنة الجديدة وما إلى ذلك، عشان كده كان في صرف للمعاشات بشكل استثنائي مبكر في شهر يناير، وده اللي أعلنت عنه وزيرة التضامن الاجتماعي دكتور غادة والي، وقالت إن صرف المعاشات الشهر ده هيتم في ميعاده الأصلي، هيرجع ليوم 10 من كل شهر زي ما كان، وإن ده كان مجرد استثناء في شهر يناير. كويس إن هم يعني استثنوا نكون محتاجين فلوس في العيد برضه عشان العيديات تمام. يعني أصحاب المعاشات الشهر دوت يوم 10 إن شاء الله هتنزل معاشاتهم في البنوك زي ما هم تعودوا قبل شهر يناير. الوزيرة أيضا أشارت لنقطة مهمة جدا، إن هو تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ورئيس البنك الأهلي المصري للاستفادة من خدمة الدفع الإلكتروني اللي بيقدمها البنك الأهلي بالتعاون مع شبكة بنوك مصر. النظام الجديد هيتم تطبيقه عقب توقيع البروتوكول، هيتيح لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم الشهرية لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فور تحويلها باستخدام ماكينات الصرف الآلي، وبالتالي القضاء على مشكلة تأخير تحويل قيم المعاش التي أحيانا تحدث نتيجة العطلات والأجازات الرسمية بالبنوك.
يعني هيبقى في فرصه عند اصحاب المعاشات كلهم بقى ان هو يصرف من خلال الشبكه اللي بتعملها البنك الاهلي اللي هي خدمه الدفع الالكتروني مع الفيزا. يروح عند الفيزا ويحاول بقى يتعلم مره واثنين وثلاثه كده لغايه ما يصرف بدل ما يقف في طابور ويستنى يبقى واقف من الفجر زي ما بنشوف اصحاب المعاشات قدام مكاتب البريد وقدام اماكن تحصيل المعاشات بتاعتهم واقفين من الفجر عشان ياخد طابور وعشان يصرف معاشه. الدفع الالكتروني دوت هيوفر له كل هذا المجهود. اي مكنه قريبه من بيته يقدر يصرف بيها هي الاي تي ام دي بصراحه او الماكينات دي فعلا محمد هو ده الهدف منها بتشوف بصراحه انت يعني عدم التكدس. طبعا كبار رجاله كبار في السن بالزبط. من صلاه الفجر قاعدين قدام في عز البرد دوت قاعدين عشان ياخد طابور ان هو عارف محتاج كل ممكن إيه ممكن الحقيقه ممكن يبقى في الاول عامل جنب الماكينه انه يعني يحاول يرشدهم يعملوا ايه في الاول عشان كبار السن واللي ما بيقدروش صحيح حقيقه يقروا او ما الى ذلك يتعاملوا مع الماكينات فممكن في البدايه يكون كده. طيب احنا نروح من وزاره التضامن الاجتماعي لوزاره الزراعه. الموضوع اللي كان اثار جدل كبير قوي موضوع القطن طبعا يا محمد وازاي ان الدوله مش هتساند يعني محصول استراتيجي زي القطن والقطن المصري المشهور في كل انحاء العالم اللي بنروح له بنلاقي منتجات الفوط وكل المنتجات والملابس المصنوعه من القطن المصري طويل التيله او قصير التيله بنلاقيها مادن ايجيبت والحقيقه بيبقى طبعا فخر كبير لينا. فكان في اقاويل كثيره جدا ان الدوله مش هتدعمه وما الى ذلك لكن الى حد ما يعني كانت مغلوطه وصلحتها او حاولت تصححها وزاره الزراعه وقالت ان هي بتحاول تدعم الفلاح بتسويق المحصول انه قبل ما يزرعه بيكون ضامن مين اللي هيشتريه منه والمصانع ايضا اللي هتشتريه منه والكميه صحيح. فده طبعا بيسهل عليه من البدايه. هو يعني 15 شركه يعني ده خبر حلو للفلاحين فيما يتعلق بموضوع القطن. الوزير الزراعه واستصلاح الاراضي اكد ان 15 مصنع لشركات الغزل والنسيج والتابعه للشركه القابضه للاقطان وافقت على شراء 700 ألف قنطار قطن طويل التيلة وقال إن سياسة الزراعة التعاقدية تحقق مصالح الفلاح وهو المصنع والدولة. وقال أيضا أنه سيتم عقد اتفاقية ثلاثية بين الجهات المعنية بشأن قطن المزارع والجمعيات والمصانع تضمن أحقية المزارع في الحصول على نسبة ربح وهيكون تقسيم الأرباح بنسبة وتناسب بين الأطراف الثلاثة أو أيضا تقسم عليهم الخسائر فلا تتحملها جهة واحدة كما حدث في المواسم السابقة. بس طيب اعتقد ان الحل دوت حل كويس بس احنا طبعا هنسمع يتفعل باستراتيجيه كويسه يعني الارباح هتتقسم بنسبه وتناسب على الثلاث اطراف اهم حاجه بس ما تكونش نسبه الفلاح هي النسبه الاقل اللي بيزرع ويتعب. بالعكس احنا محتاجين نحفز الفلاح اكتر والفلاحين تاني عشان يرجعوا الفلاحين اللي سابوا الزراعه لان احنا كنا بلد زراعي من الدرجه الاولى فمحتاجين نرجع تاني وهو ده المشروع اللي يعني متضمن في برنامج الرئيس الحقيقة وزراعة 4 مليون فدان. صحيح. طيب خلينا نروح نشوف أخبار المرور أخبار المرور النهاردة إيه علشان كل الناس اللي هتروح شغلها ونتعرف على أحوال المرور الشارع من سيادة العقيد ماجد موسى رئيس غرفة عمليات المراقبة بالإدارة العامة للمرور. صباح الخير يا فندم. صباح النور. صباح الخير سيادة العقيد. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك؟ كله كويس؟ الحمد لله تمام. النهاردة تقريبا ما كانش فيه شبورة الصبح والجو كان لطيف فيا ريت حضرتك تقول لنا أخبار المحاور النهاردة وكوبري أكتوبر النفق الازهر وما الى ذلك. زي ما حضرتك بتقولي فعلا استقرار في الاحوال الجويه ويمكن ارتفاع مدى الرؤيه عالي جدا بالنسبه للطرق السريعه والاسطوريه. الحمد لله ما كانش في شبوره نهائيا على مستوى الجمهوريه كافه. يمكن عندنا الحمد لله بعض الكثافات المريه اي نعم الاحجام مش كبيره يعني في المستوى اللي احنا عارفينه عشان اجازه نصف العام تمام. لكن بعض الكثافات المريه تنحصر مثلا في كوبري اكتوبر المتجه الى مدينه نصر اعلى وزاره الماليه يمكن عشان منطقه عنق الزجاجه اللي هناك. ايضا بالنسبه للوصله المعلقه حتى مناطق غمره متجها الى منازل شبرا بيبقى في بعض الكثافات المريه ايضا في المنطقه دي. بعد كده بيبقى في سيوله في الحركه المروريه حتى يمكن مطالع رمسيس. الاتجاه الاخر من عبد المنعم رياض متجه الى منازل رمسيس يمكن دي في بعض الكثافات اللي ابتدت معانا من الساعه 8 صباحا لكن ان شاء الله تنتهي على الساعه 9 صباحا ان شاء الله. كوبري 15 مايو انا شايف الحركه المروريه
الزمالك. ايضا بالنسبه لمحور 26 يوليو يمكن ابتدت الكثافات معانا حوالي 100 متر دلوقتي كثافات مروريه متجه لمدان لبنان، لكن مش مؤثره على الحركه المروريه نهائيا. احب اطمن المواطنين المتجهين الى محور 26 يوليو يا ريت يسلكوا 26 يوليو، الحركه المروريه منتظمه فيه الحمد لله، مفيش اي مشاكل. يمكن في بعض الاعمال التطويريه اللي احنا اللي شايف الهيئه الطرق ما واخدين شغلهم اليومين اللي فاتوا دول فيها بالنسبه لمداخل الصحراوي، يمكن هي دي اللي مأثره على الحركه المروريه، بس في الذروه المسائيه وليس الصباحيه. انت عارف حضرتك اللي قادم من مناطق ميدان الرمايه دلوقتي بقت فيه حارتين، حاره خدميه وحاره ثانيه وسطيه. الحاره الوسطيه دي اللي احنا بنسميها عندنا في المرور اللي هي حاره الحر الحركه، يعني اللي هي السريعه. الحاره الخدميه اللي هي اللي على اليمين حضرتك دي اللي هتقدري تخشي منها ابو رواش او القريه الذكيه، لكن لو خدتي الحاره الوسطيه دي هتوصلك لغايه بوابه الرسوم، مش هتدخلك على مناطق ابو رواش او احب برضو اقول للمواطنين المعلومه دي علشان برضو ما يقعوش في مشكله انه يرتد تاني، لما هيرتد عايز يخش الحاره بتكون اللفه كبيره بالظبط، هيبتدي يوصل لغايه الامن المركزي وفرع الامن عشان ياخد اليوتيرن في ال 10 ونص. طب ما ينفعش نعمل تنويه ولا حاجه يتعلق يافطه ولا حاجه؟ احنا عملنا علامات ارشاديه بالفعل فندم. طب هي تمام بقاله يومين وبس برضو انا عن طريق سيادتكم والتواصل لا كده تمام كده الوعي المروري لازم اوصل المعلومه دي للمواطن. طب سيادة العقيد ايه اخبار الحملات المروريه؟ يعني كنا بيبقى في حملات على الدايري، في حملات في الشوارع الرئيسيه اللي اكمنه مروريه ثابته، في اي حملات خلال الفتره اللي جايه يا فندم؟ احنا نوعنا بقى، عملنا حمله متحركه عشان يبقى سيادتك عارف برضه بتبقى حمله احنا كل مره بنعرف ان سيادتك الاماكن حبينا ننوع برضه عشان يبقى برضه انتوا عارفين الموضوع ده. عملنا يعني عملنا حملات ثانيه متحركه اسمها حملات المباحث الاداره العامه للمرور، بتبقى سيارات مدنيه ودي بتتحرك في اماكن زي انتشار سريع كده، بس فعلا عملت رابع كبير جدا بالذات. اه يا فندم والله عاوزين ننهي بقى على موضوع الناس اللي بتسير عكس الاتجاه وبتسبب يعني بتسبب حوادث كل يوم، خصوصا في بعض من شبابنا يا ريت يعني يتعظ بالموضوع ده القياده برعونه، وخصوصا على صلاح سالم وخصوصا نهايه صلاح سالم منطقه المطار. وايضا بالنسبه بنركز على الاوتوستراد وبنركز ايضا على مصطفى النحاس، يعني بنركز في اماكن فيها طرق محوريه شويه سريعه، ان شاء الله ان احنا الحملات دي هنزودها برضو على الطرق السريعه والطرق المحوريه بالنسبه لمحور 26 يوليو والطريق الدائري ان شاء الله. انا كنا بنشوف يا فندم بعض من شباب الحمله يا فندم موجودين على الطريق الدائري، الاماكن المعروفه اللي بينزل فيها عكسي سواء الاجره او الميكروباص او ما الى ذلك، كنا بنشوف الحمله دي يا فندم موجوده هناك على الدايري، وبرضه المناطق المريوطيه يمكن حضرتك ظاهره كده المطالع المريوطيه صح احنا ركزنا فيها هناك، يعني من حتى قائد الطريق هو بنفسه اللي بينزل على الحملات دي، ظبطنا تكاتك كتيره بتمشي بتحاول تطلع على مطالع الدايري. الاداره العامه لمرور القاهره شايف انها شنه حمله مكبره ايضا على موضوع الموتوسيكلات اللي هي بدون لوحات خلفيه والسيارات اللي متاريه من غير لوحات ايضا، وان شاء الله الايام القادمه دي هي حملاتنا هتركز على الحاجات اللي هي المنظوره قوي بالنسبه للمواطن دي عشان امنه وسلامته ان شاء الله. هايل نشكر مجهودك يا فندم وربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله. سياده العقيد ماجد موسى رئيس غرفه عمليات المراقبه بالاداره العامه لمرور، بنشكر حضرتك جدا. اوعي تمشي عكس الاتجاه. لا لا انا عمري ما اعمل كده، لا مش عشان لا 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 ده مش كلام شعارات بجد، يعني ما اعرفش انا اتعودت كده من اول ما اتعلمت السواقه، فهي بالحقيقه انا بحس انه سلوك بتتعلمه من اول ما بتتعلم السواقه، وان انت ازاي تربط الحزام من اول يوم، انا حتى لو ماشيه وما فيش سرعه اصلا بكون لازم بربط الحزام، يعني فيا ريت كلنا وانا وانت وكلنا نعمل كده. مش عشان ندفع غرامه 50 جنيه او حاجه، لا بالعكس، ويا ريت الاطفال أرجوكوا الأطفال كمان اللي بيكونوا قدام وبيلعبوا مع أهلهم قدام، فعلا حرام صدقوني، أي فرامل أي حاجة، ودي حاجة مش مضمونة في شوارعنا، فهم اللي يعني بيكون خطر جدا عليهم. عموما خلينا نروح لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، واللي نظم ندوة بعنوان الفئات اللي حصلت على تمييز إيجابي في الدستور، طبعا منها المرأة طبعا والأطفال. بالتأكيد أنت متحيزة أنت للمرأة طبعا. طبعا الفئات المهمشه دي كان شباب المراه الاقباط، هي الندوه ناقشت كيفيه دعم هذه الفئات المهمشه في انتخابات وفي برلمان عام 2015. خلينا نتابع هذا التقرير ومزيد من التفاصيل.
لتدعيم الفئات المهمشة في برلمان 2015 والتي تضم المرأة وذوي القدرات الخاصة والشباب والأقباط، نظم منتدى الانتخابات ببرنامج النظام السياسي المصري بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، نظم ندوة تناولت المعوقات التي تواجه هذه الفئات والتي تحول دون تمثيلهم التمثيل الأمثل في البرلمان القادم. ما فيش قدامنا في مصر من واقع الخبرة السابقة من طريقة لتمثيل هذه الفئات التي لم تحصل على حقوقها كاملة في البرلمانات المصرية السابقة سوى نظام الحصة. لو ترك الأمر الانتخابات مفتوحة سنجد أن هذه الفئات بعضها كما تؤكد يعني عشرات الانتخابات السابقة إلا نسب قليلة جدا، المرأة هتاخد نسب قليلة جدا، الأقباط هياخد نسب قليلة جدا، الشباب ربما أيضا ياخد نسب قليلة، وبالتالي نظام الحصة اللي القانون الحالي أخذ به هو النظام الأمثل. نحن في مجتمع الآن ودستور يتحدث عن التعددية السياسية ويتحدث عن الحقوق والحريات، نحن نريد تضمين ويعني ليس فقط هذه الفئات ولكن كل فئات المجتمع. التحديات التي تواجه المرأة في المجتمع بوجه عام وتمثيلها في البرلمان بوجه خاص كإحدى الفئات المهمشة تم طرحها خلال الندوة. التحديات هي ما زالت الثقافة المجتمعية، لأن يعني حتى لو قانون الانتخاب والدستور عطاها 70 مقعد بالقوائم، لكن دي خمس العدد الكامل للبرلمان، البرلمان 500 وكذا، فال 420 دول الفردي الدوائر الفردية اللي بيحول دول ان المرأة تنجح فيهم هي الثقافة المجتمعية. كما ناقشت الندوة الإطار الدستورية والقانونية للفئات المهمشة في البرلمان القادم وواقع تمثيل المرأة والأقباط في البرلمانات الماضية ووضع الفئات الست داخل التحالفات البرلمانية والتمثيل المحتمل لهم داخل البرلمان. البعد الثقافي والمجتمعي المرتبط بنظرة المجتمع إلى الست فئات التي حصلت على تمييز إيجابي في الدستور فرض نفسه على هذه الندوة التي ناقشت سبل التمثيل الحقيقي للفئات المهمشة في برلمان 2015 وخاصة المرأة، والتي بدأ دورها جليا في الحياة السياسية وخلال ثورتين 25 من يناير والثلاثين من يونيو. من مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام، ولاء الحديني، النيل. يعني زي ما بيقولوا دايما الوقاية خير من العلاج، بالتأكيد كلنا نعرف مخاطر فيروس سي، بس صدقوني حتة ان التوعية بهذه المخاطر وبعلامات هذا الفيروس بأدوات النظافة ما إلى ذلك المحافظة عليها، كل ده مهم جدا ان هي في لحظة، يعني طبعا هي كلها الشفاء والعلاج من عند الله، لكن في لحظة الواحد لازم ياخد بالأسباب ولازم ينتبه لهذه الأمور. وزارة الشباب والرياضة النهاردة هتطلق حملة قومية لمكافحة والتوعية بمخاطر فيروس سي. الجميل في هذه الحملة ان هي مش هتكون في القاهرة ولا هتكون في الأماكن المدن الرئيسية، لا هتكون داخل محافظات وقرى محرومة بتعاني من الفقر المدقع. زي ما قلت يا محمد، الوقاية خير من العلاج، ومن هنا بنتكلم عن العلم والأساليب العلمية، لأنه فعلا الدول بتتقدم بالعلم، علشان كده هو ده المفروض يكون وسيلتنا والألية اللي احنا بنتحرك بيها في المرحلة القادمة والانطلاقة اللي احنا كلنا بننشدها لمصر. عشان كده هو الشعار الحملة بالعلم نبنيها وبإيدنا نحميها، ومجموعة من الشباب الحقيقة برضو ده اللي بيخليك متفائل بالحملات دي، ان مجموعه من الشباب هم طبعا المتعلمين ومثقفين وبيقوموا هم بتثقيف اهالي المحافظات عن اساليب انتشار الفيروس. وفعلا زي ما قلت يا محمد، النظافه هي السر، سر الوقايه من كل الأمراض. لو اتكلمنا إذا كان بنتكلم عن السرطان، إذا كان بنتكلم عن فيروس سي وما إلى ذلك، فعلا الوقاية بتبدأ بالنظافة في كل حاجة والبعد عن العدوى وما إلى ذلك. الفعاليات طبعا بتتضمن عرض تقديم للحملة وبيقدمه رئيس وحدة التوعية للوقاية من العدوى، وعرض مسرحي أيضا حول كيفية مواجهة ومكافحة انتشار الفيروس. حلو ده، عشان يوصل المعلومة، العرض المسرحي ده يوصل المعلومة للناس بأسلوب سهل وسلس، اللي ما بعرفش تقرأ لم تعرفش كده، يبقى يوصل بطريقة سلسة للناس ازاي يقدر يوقي نفسه ويحمي نفسه من مخاطر هذا المرض.
هنطلع معاكم بره الاستوديو مره ثانيه ونشوف احوال الطقس معانا عامله ايه مع الدكتور وحيد السعودي المتحدث باسم هيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك قلت لنا كنا بنتكلم مع سيادتك من يومين كده قلت لنا ان شاء الله حاله الطقس هيكون في انخفاض هذا الاسبوع في درجات الحراره من يوم الثلاث على ما اظن يا دكتور مظبوط؟ بالظبط يا فندم. هو من النهارده فعلا من المتوقع حدوث انخفاض من درجتين لثلاث درجات مقارنه بالامس واول امس وحتوالي درجات الحراره انخفاضها بكره الاربعاء ان شاء الله على ان تعاود ارتفاعها الملحوظ اعتبارا من يوم الخميس والجمعه وده ارتفاع مؤقت. لكن يبقى الطقس اليوم وغدا شتوي مائل للدفء خلال ساعات النهار وانزال لشديد البروده اثناء الليل. حركه الرياح خفيفه الى معتدله تقريبا تسمح بكافه الانشطه اليوميه خاصة فوق مسطحي البحر الأحمر والبحر المتوسط. طبعا دي فرصة ان احنا نستغل الطقس الجميل المستقر دوت ان كل اولادنا ينطلقوا لكل المحافظات خاصة المدن الساحلية سواء المتمة على البحر المتوسط او البحر الأحمر. ده زي ما حضرتك قلت خصوصا ان احنا في الاجازه. طب دكتور يعني زي ما تاكيدات حضرتك لانه في ناس حست انه لما درجات الحراره ارتفعت شويه في الايام اللي فاتت انه خلاص ونبدا نخفف، لكن زي ما حضرتك بتاكد وبناكد ان احنا لسه في الطقس الشتوي ولكن بتباين درجات الحراره. بالظبط كده حضرتك لان الشتاء لسه ناقص عليه 40 يوم تقريبا رسميا احنا متاثر بانخفاض اكتر او ارتفاع يعني. والحمد لله احنا بنطل على الساده المشاهدين كل يوم من خلال الشاشه الموقره لحضرتك وعشان نتابعهم على احدث الاخبار بالنسبه لحاله الطقس. عموما احنا بنشكر حضرتك جدا ودايما بنتفائل يعني لما حضرتك بتطل علينا وعلى المشاهدين عشان برضو تطمنا على اخبار الطقس والمناخ. دكتور وحيد سعودي المتحدث باسم هيئه الارصاد الجويه بنشكر حضرتك جدا، يوم سعيد يا فندم. وزير السياحة الدكتور هشام زعزوع قال إن الوزارة وهيئة التنمية السياحية استعدت للقمة الاقتصادية مصر المستقبل اللي إن شاء الله هيتم إقامتها في شرم الشيخ مطلع الشهر القادم، وقال إن بيتم الإعداد لمشروعات استثمارية سياحية عشان يتم عرضها على المستثمرين اللي إن شاء الله يكونوا عرب وأجانب ومصريين يحضروا هذه القمة الهامة. وأكد أن إجمالي عدد المشروعات هتكون 5 مشروعات باستثمارات إجمالية 5.26 مليار جنيه. طبعا وزير السياحة أيضا أعلن في المؤتمر الصحفي عن حصاد السياحة في 2014 ويمكن اللي تابع في نشرات الأخبار أنه وصلنا لحوالي 10 مليون سائح، وطبعا دي بداية مبشرة زي ما بنقول يعني وتدعو للتفاؤل. عايزين نرجع لمعدلاتنا وأكثر من معدلاتنا السابقة ل 2010 وقبل كده. وطبعا بيقول ان قطاع السياحة بيشارك في القمة الاقتصادية عشان يعرض فرص الاستثمار السياحي زي ما قلت يا محمد، لانه مهم جدا فرص الاستثمار السياحية في مصر وخصوصا ان احنا عندنا فرص الاستثمار السياحي كبيرة جدا للمستثمرين من كل انحاء العالم. وطبعا بنتكلم عن انه في 3 مشروعات تانية عبارة عن منتجع رياضي بجنوب مجاويش بسفاجة، منتجع سياحي بمرسى وزر القصير بمرسى علم، منتجع سياحي اخر بشرم الفقيري جنوب مرسى علم، وايضا في منطقة الاهرامات. يعني الحقيقة مهم جدا زي ما قلنا ان يكون في الاجندة واضحة يعني مجموعة من المشروعات اللي بيحط وده تقريبا هو اللي بيحط فلوسه في المستثمرات عندنا في السياحه ما بتخسرش يعني عندنا المنتجات أكيد السياحيه اكيد لا بس احنا محتاجين يعني نعدل شويه من الثقافه السياحيه للمواطنين وعشان المنظومه تبقى من بدايتها صح، ومجهودات العليا للوزاره والقائمين عليها ما تروحش بعد كده من البدايه، فلازم برضو نبدا بالاساسيات علشان ما يبقاش المجهود على الفاضي. هو زي اسمه منقورع ولا اسمه منقرع؟ منقورع منقورع بس احنا بنقول منقرع يعني. ده الهرم الثالث من اهرامات الجيزه النهارده هيرجع تاني يستقبل زاريه بعد ما كان بيتم عمل صيانه ليه. الهرم كان مغلق، الهرم الثالث كان مغلق امام حركه الزائرين نظرا لاعمال الصيانه، والحمد لله تم الانتهاء من اعمال الصيانه والهرم جاهز الان. الهرم الثالث
لاستقبال زائري. طيب زي ما قلت يا محمد، وكمان الهرم الثاني هرم خفرع هيفضل مفتوح للزيارة حتى نهاية أبريل المقبل عشان يتم بعدها غلقه أمام حركة الزيارة لتبدأ عمليات صيانته. وفي كمان أعمال الصيانة دي هتسير وفقا لجدول زمني محدد بيضمن إجراء أعمال الصيانة لكل هرم على حدة بصفة دورية بشكل بيوفر الحماية اللازمة للأثر دون أن يعيق حركة الزيارة لغيره من الأهرامات أو أهرامات الجيزة. يعني إحنا بننشدهم إن هم يعني يبقوا رفيقي يعني رفيق شوية بالأهرامات والأثر بتاعتنا كده وهي بتترمم بالظبط يعني ده كل ما نملك الحقيقة. بالتأكيد المحظوظين، مش هقول المحب، المحظوظين اللي قدروا يستطيعوا الحصول على تذكرة للذهاب وحضور حفل عمر خيرت اللي هتكون إن شاء الله غدا الأربعاء في دار الأوبرا في المسرح الكبير. كل محبي وعشاق فن عمر خيرت هيكونوا على موعد غدا إن شاء الله في 8 مساء مع هذه الحفل. الحفل بيقيمها عمر خيرت، يمكن حفلتين بيقيمهم كل شهر في دار الأوبرا المصرية. بكرة هتكون تاني حفلة من حفلات عمر خيرت. الحقيقة هي بكرة زي ما قلت يا محمد، وده بدل يوم الجمعة، يعني ده كان الميعاد المقرر للحفلة، فبكرة هيكون الموعد البديل عن حفلة الجمعة اللي تم إلغائه. وطبعا عشاق عمر خيرت بقى يستمتعوا بكرة بالحفلة، يعني اللي بيعيشك في حالة أكثر من رائعة، يعني بتحلق في السحاب زي ما بيقولوا، يعني مع موسيقى عمر خيرت. فزي ما قلت المحظوظين وعشاق خيرت يستمتعوا بكرة إن شاء الله بالحفل. تعرف تتكلم الله. مصري؟ الله بجد طبعا. هنطلع معاكم لأول وقفة معانا وأخبار الرياضة ومحمد عاطف. صباح الخير يا محمد. صباح الخير محمد، وقول لنا أخبار ماتش الأهلي وإمبي النهارده، أخباره إيه؟ كل جمهور الكرة في مصر مستني فعلا الماتش المهم ده للأهلي وإمبي.